إلى الرياضة. أوقاتكم بكل خير من هنا على أرض ملعب الملز، ملعب الأمير فيصل بن فهد هنا في الرياض، حيث قمة الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين بين كرة عن سماء الفرج. هلال يحاول بتمريرة ذكية خطيرة وكرة شوفوا سلمان الفرج يا جماعة، التمريرة زيدانية من جانب سلمان الفرج، عاد واخترق الدفاع. هذا هو سالم، هذه خطورة سالم، هذا هو التورنيدو، وهذا هو الهلال، وهذا هو الذي وضربة حرة وكيخون يلعب، ولكن عساف القرني لقى كده بالبوكس يطلعها. لسه المحاولة من أحمد إبراهيم، والأول والأول المرة دي لمصلحة الاتفاق، هدف أول للاتفاق. العكايشي وعبد الله الصالح، والعكايشي هدف التعادل. الكورة على يمين عمر مزيع، الكهرباء يحطها حلوة لعمر، العرضية فيها خطورة، العرضية فيها خطورة، والتاني للاتحاد، والتاني للاتحاد. من قال أن الاتحاد يستسلم؟ من قال أن الاتحاد يستسلم؟ بطولة دوري هذا الموسم لم يغيب عن أي مباراة للشباب في الجولات الماضية. هنا كرة أمامية، الله الله الله، عادت تعاونية، تمريرة خاطئة، وبنيطو يمر، بنيطو يمرر، شبابية بالهابري، الله. كونيرو بحال، سلام يا كونيرو، يراوغ كويس على الارض لبنكوره، لمسه حلوه للسواد، لبنكوره لبنكوره لبنكوره، يا تيكي تاكا، ويا تسلل، ويا جول الى السوادي، السوادي يعدي، السوادي يمر، السوادي منتظر المسدس، السوادي السوادي السوادي، الرائد اسلم، ايمان خطير، منتدى احوديه، محمد محسن بكيه، جول الجبل بهدف ثاني في هذا الشوط، كرة بتتنفض، كرة الكرة من محسن نقلها عرضية لكنها عادت وعدت، ممتاز علي لياسين، ياسين 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 راوغ مر، تقدم ياسين، نقل كرة عرضية، لكن أيضا هذه تبعد تتخلص، برافو من خالد عبد الرحمن. قضي اليوم الأول من منافسة بطولة بالوت المملكة بإقبال وتفاعل واسع من المجتمع السعودي، وقد ازدحمت القاعة في افتتاح البطولة بحضور عدد من المشاهير واللاعبين، وتباينت أعمار المشاركين، من أبرزهم أب ترشح مع ابنه الذي لا يتجاوز عمره 14 عاما إلى الدور الثاني، ولقب بأصغر متبار في المسابقة. تتميز جزر سيشيل بطبيعتها الجميلة، ليس بشواطئها فحسب بل بحدائقها التي تعكس الحياة البرية أيضا لهذه المنطقة من القارة الإفريقية كحديقة التوابل. هذه الحديقة تلعب دورا هاما بتعريف سائح سيشيل على أنواع البهارات التي تزرع في هذه الجزر. ليث بازاري تابع في جولته هناك. أنا
نزور اليوم وضمن جولتنا السياحية في جزر السيشيل حديقة فريدة من نوعها هنا في إفريقيا، كما سنتجول جوا وعلى متن طائرة مروحية حول جزر السيشيل لاستكشافها من أعلى. هيا بنا. يعود تاريخ حديقة التوابل أو لجاردان دي غوا في جزيرة ماهي إلى عصر تجارة التوابل التي كانت منتشرة قبل قرنين، ولا تزال تعنى بزراعة واستخدام وبيع التوابل حتى يومنا هذا. تعرض هنا أنواع الفانيلا والقرفة وجوز الطيب والفلفل وغيرها إلى جانب النباتات العلاجية. يوجد هنا متحف صغير ومتجر يبيع التوابل والشموع العطرية، يفتح أبوابه يوميا من 10:30 صباحا إلى 5 PM. سنستقل الآن طائرة مروحية للتحليق فوق جزر السيشيل، وهنا أريد أن أنوه بأن هناك 4 رحلات تختلف كل منها عن الأخرى بمدة الرحلة والجزر التي تمكن مشاهدتها من أعلى، وأنصح باختيار رحلة الساعة الكاملة والتي تتيح لك عزيزي السائح مشاهدة شمال جزيرة ماهي وجزيرة برالين الجميلة ودائما من أعلى. هيا بنا. للحصول على أنسب الأسعار أنصح بحجز مقعدك على متن تلك الطائرات المروحية من خلال المنتجع الذي تقطن فيه، حيث أن لدى غالبيتها اتفاقيات مع شركات الطيران المحلية. ليث بزاري، العربية، جزر السيشيل. إلى العناوين: إرباك في صفوف الحوثيين بعد محاصرتهم في صعدة معقدهم الأول. اليمن كان الموضوع الرئيس، تابعته معنا أيضا. غموض واشنطن إزاء قواتها في سوريا يفتح الباب أمام التكهنات. رغم موجة القمع الأحوازيون يواصلون انتفاضتهم ضد النظام في إيران. ثلث غذاء العالم يضيع وعدد الجائعين يقترب من 1 مليار إنسان. سلطات الجزائر تدق ناقوس الخطر إزاء ارتفاع معدلات الطلاق. شكرا لمتابعتكم العربية الليلة لهذه الليلة ولهذا الأسبوع. تحياتي. صالح للسفر خلال عطلته المقبلة، وهو يتقصى أسعار تذاكر الطيران بحثا عن عروض جيدة، ويحاول أن يتجنب تجارب سابقة تسبب فيها غلاء أسعار التذاكر بتغيير توقيت سفره أو وجهته. اكتشف صالح أن الحجز المبكر هو أسهل طريقة للحصول على أسعار جيدة، وأن مطلع الأسبوع هو أفضل وقت لشراء التذاكر، حيث تنشر شركات الطيران عروضاً جديدة للأسعار. واكتشف صالح أن مسح بيانات متصفح الإنترنت ضروري عند البحث عن التذاكر، فمواقع الحجوزات الإلكترونية تتعقب بيانات المتصفحين وتقدم لهم أسعاراً أعلى إذا لاحظت تكرر البحث لوجهة معينة، كما أن المرونة في تحديد موعد الذهاب والعودة يجعل خيارات الأسعار متنوعة.
هل هناك جرأة في أن يعاد إزاحة ما ليس ينفع في هذا الواقع أو يسيء إلى هذا الدين العظيم الدين الإسلامي وغربلته؟ أن الناس لم يأخذوا الثقافة الإسلامية ثقافة صحيحة، لم يأخذوها أخذا صحيحا. النوازع البشرية والأفكار المظلمة في عقولنا نلبسها لبوس الدين. المفكر الإسلامي الدكتور فاروق حمادة، منارات مع محمود البرباري، السبت 8:30 على شاشة العربية. خلف هذه النظرات كثير من التساؤلات. أمعن النظر لتدرك ما يحدث من حولك، فتبحث لتكتشف، وتحلل لتفهم، فتصل إلى إجابة لأهم الأسئلة. العربية. الكثيرون لا يشعرون بالأمان، مئات الآلاف يعانون، منهم من يتألم، ومنهم من ليس لديه مأوى. خلف هذه الأرقام قصص وقضايا لأشخاص نلقي عليها الضوء، لأن الإنسان هو ما يهمنا. أنا ميسون عزام أحييكم، وهذه الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. نحن نهتم بنبضات قلبك. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، مدينة دبي الطبية. التميز في الرعاية الصحية. من خلاط جيبسون الجديد بابتكار يوفر عليك الجهد والوقت والتنظيف على الخلاط نفسه. جيبسون، الكل في واحد. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكد مسؤولون من الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تكثف عمليات تفتيش السفن التي تصل اليمن لضمان عدم تهريب أسلحة للحوثيين. يذكر أن مراقبين من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش يتمركزون في 4 موانئ إقليمية، منها في جيبوتي وصلالة، وإضافة إلى غيرهما طبعا، لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن. وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر إن اللجنة ستزيد من عدد المفتشين من 4 إلى 10 مفتشين، ومراقبيها من 6 إلى 16 مراقبا، وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن. كما تقوم اللجنة بتفتيش السفن التجارية وسفن المساعدات المتوجهة إلى موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى.
ميدانيا حاصرت قوات الشرعية لميليشيات الحوثي في معقلها الأول صعدة. إذن حاصرت قوات الشرعية الميليشيات في معقلها، وبحسب قائد محور صعدة فإن الجيش الوطني يقترب من مسقط رأس زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في منطقة مران، وسط أنباء عن تكبيد الحوثيين خسائر فادحة وأسر عدد كبير من عناصرهم. يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في 9 و10 من أبريل الحالي قادما من الولايات المتحدة الأمريكية. الزيارة الرسمية تهدف إلى عقد شراكة استراتيجية فرنسية سعودية جديدة بحسب ما أعلنت عنه الرئاسة الفرنسية. في البحرين افتتحت بريطانيا أول قاعدة عسكرية دائمة لها في الشرق الأوسط منذ أكثر من 4 عقود، تستضيف نحو 500 عنصر من البحرية البريطانية من ضمنهم بحارة وجنود وطيارون. القاعدة ستضمن لبريطانيا تواجدا دائما في المنطقة، حيث تراقب قوات الأمن البحري سلامة تحرك شحنات النفط والبضائع من آسيا إلى أوروبا. يذكر أن البريطانيين كانوا قد أسسوا قاعدة الجفير البحرية في البحرين عام 1935، غير أن الولايات المتحدة استولت عليها بعد استقلال البحرين من بريطانيا عام 1971. حذرت إسرائيل من أنها ستبقي على الأوامر المعطاة إلى جنودها بإطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة في حال حصول استفزازات، وذلك في وقت تجرى فيه الاستعدادات لتظاهرة حاشدة جديدة غدا. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي فيكتور ليبرمان أنه في حال حصول استفزازات سيكون هناك رد فعل من أقصى نوع بحسب قوله، مضيفا للإذاعة الإسرائيلية العامة بأن إسرائيل لا تعتزم تغيير قواعد الاشتباك. شكرا لمتابعتكم هذا الموجز الإخباري من العربي، إلى اللقاء. أي مدرب في العالم تركيز يا شباب يبحث عن الخطة المثالية، غط الزاوية غط الزاوية، حيث الفريق المتكامل القادر على إنهاء كل هجمة في الملعب مع بتالي بوز الآن على شاشة العربية.